يمه اي يمه انت هنا؟ انا في الكوزينه، انا لنعتق. اجي اجي نهضر معك. اجي، انا سمعت الحس ديالك لا تهود مع الصليحه قبيل، ولكن ما عرفتش هاي دخلتي. قلت يمكن دخلتي ندوتشا. ايوا على سلامتك يا يما، وعلى سلامتك من ديك الفضيحه اللي خرجتي منها. الحمد لله يا ربي ما بقى والو. ايوا الله يسلمك، الله يسلمك يا بنتي، الله يرضى عليك. ايوا اجي اجي جلس هنا شوي نهضر معك. ايوا جمعتي شي فلوس هذه الايام هذه والو؟ ايكوما الله يخلصك، وكنت الى ذاك المدبو خاضيوس. والو يما، كنا لنطيب وانا وفاطمه هنا في الدار، حنا وبالا نقيو يباوين، حنا وبالا نقيو الفاطا حاره، يا كنا وباش لا نقي. اخيا ايوا هذه اليومين هذه ان شاء الله يجوزوا لي الخلصه اللي وليا يما، كون هانيه صافي. ما خلصوك شي دابا الصبح؟ الله العظيم غاد رجلي على رجلك يا بنتي. عندك المدير هادو لا يكولوك في الفلوس ديالك، خاص كل ملك وخرجة يعقولك في يدك البركة. أيما هذا الوقت هادي تبدلت انت، واقيلا لا نعقل على فقيل اللي كان لا يقري في الجامع. ديك الشي اللي كانوا لا يقولوا لا يعطيولو البركة في يدو. أنا معلمة يما، أستاذة، موظيفة. اخيار الكسوري اخيار، لنعلي الصوصة ديالك عليا غدا ان شاء الله. نمشي لديك المدير ونوريه الشغل. يما الله يهديك، انت ماش دخرجي على البلاصة ديالي يما، بدرع ماش دبرتها والله العظيم. الناس البيطاليين مساكن لا ياكلوا الهراوة، انا الحمد لله من السبطة، واخا ما يخلصونيش بلاتي عليهم. اياه حيت انتي ما رافدة لها من والو، انا اللي لا نصرف الحبيبة هايداك، الله يعطيك الصحة. ايوا صافي يما، كيما حبيتي ورديتي صافي، ما تعصب شي واها. هاجي ونقول لك وشحال النوبة طيبتو في الدار دخلتك عيشة. ايوا قول حنا وباقينا الفطور تمواها. اما هي انا مشيت عند فاطمة كيما انتي خرجتي، قلت لها هز الحويجات ديالك واجي حالك. مرحبا بك، الخيرات اللي خليتينا يما، كلشي سحقناه. اي والله يعطيك الصحة بنتي، هايدك هايدك الجهاد، قفي يا الجهاد. السوق البراني طيب لهم ووجد لهم ونزل لهم ويعمروا بطنهم، الله يعطيك الصحة. اي واش بنقول لك، الخلصة اللي مشت شبار، إلا كنتي مشت شبرة والله بنتي. وما تسوق لي من القلاد الزيت والكيلوز للطوماطيش والبطاطا والبصل والكيلي فلور كلشي، والبرنجان اللي لاقي 7 دراهم. يا ما مضرب حسبة، والله ما مضرب حسبة. الخلصة ديالي كاملة نزلك إن شاء الله. لسا عن تمشي والي السخرة وقوزن الحين وتخلص الكريدي وهبطنا القهوة وسوق الخضرة اللي حبيت، والله ما مضرب حسبة يما صافي. واخا صافي، ما قلتيش العيبة بنتي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. بديتي لا عيرني من دابا، باقي ما شبرتي لا فرانك لا جوج. ايوا واخا، انا ما شربتك من لسانك يا بنتي. ايوا يلا قوم اجمع الوقفة، يلا نمشيو عند خالتك عيشة نقصرو معاها. وعيط باباك ويماك نهارد الجمعة، هي هذيك نقيو الكسكسو ونتغداو كاملين، وليك الساعة نعرف باباك اش من مرض فيه. وبعد حتى نشور مع خالتي عيشة ولا الصالحة. اجي نقول لك الله يرضى عليك. خالتي شكاين ياك لاباس؟ لا والو بس الحبيبة، ولكن سمعتك لا نهضر على الكسكسو واها، اجي فراسي شحال يبقى ما والو. غفو الله يا خالتي، الا نحسبو حتى الكسكسو عاو شحال ينقل فلا يجيكم غالي. اسمي ذوى. هيا عندك الحق، غير اسمي ذوى، ولا نبخروها ولا نزيد عليها البركة الله. تبارك الله عليك الصالحة، والله العظيم انت زعما ما عندي ما نسلك. ايوا يجيو يماها وباباها ياك، هما جوج وحنا ثلاثة بينا، وين طافوا علينا ديك الجويجات اختي وديك المسعورة بنتها. ايوا شحال خصنا نخسروا ديك الساعة باش نزدقوا يماها على باباها؟ 200 درهم ولا 300 درهم غير الكسكسو.
غاط والله يا خالتي، الله يعمر قلبنا بالله، حتى المكلله ضربوا لها الحساب. ايوا انا قلت لك هبط القلاين في يدك انت، ما حبيت شي. كنا بعدا نقيو به شي طاجين ونعرضو على هاد المساكين هادو. يا مسكينة هاد العيلة هادي عودت لي على ظروف باباها ويماها. خالتي انا طريه دا الاجر جابو لك ربي، واه انت ما لتحبش نقي الاجر. لا الحبيبة غير صحتك الأجر بالصحة والراحة، إلا حبيتي تزيد تعبي الأجر فينا حنايا. هيا خرج اضرب على الجويرة ديالك وسوق لنا الكسكسو والليقامة ديالو وجري وداس. إيوا ديك الساعة نعرض لك على الحومة كاملة، تعبي الشكاية ديال الأجر يا الصالحة والله العظيم. الحانوت ديالك علي. ايوا مزيان، كتبيع المواد الغذائيه ياك. ايوا يلا تدخل اختي يلا. اي واحد دويه تما على الله تفكك شي حاجه. هيا جلا جل ما بقيش تعلي اختي، انا ما اخت حد. ويلا ندخلوا ونشوف. ايوا ما نعرف كي اقول لك وصل قدام حتى باب الدار. هاي هاي الحانوت معمره، ما عندي ما نسلك. اجي نقول لك دابا انتينا كتقول خاي ياك. ايوا واذا بغيتي نقول لك خاي اقا شي عفيفه ونجمع شويه ديال السخره. ايوا وشي شكاره ديال الطحينه هيدا تكون 10 ديال الكيلو ولا 25 ديال الكيلو، وشي بونبونات زيت 5 ليترو. ايوا الحمد لله ملي تفكرتي بعدا انتينا اختي. ايوا صافي صافي غير مشي للدار وانا غنصيفط لك السخره. ايوا عملنا شي عشا يكون مزيون ومقعدد اختي فحال داكشي اللي كنتي كتعمل شحالو. وباش من صفه باش نقعدد لك انا الكرسه ونعدل لك العشاء؟ اش كنتينا راجل؟ انتينا واحد الراجل نصاب وصافي. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي صافي الله ينعل الشيطان. صافي مشي فحالك للدار وانا غنصيفط لك السخره. اجي بعدا على الطريق اولا صيفط معك شي واحد. بزاف عليك، انا ما نعقلش على الطريق. لا لا يحييك وليدي، انا كنعقل على طريق الوحده. يلا صافي ايوا صيفط السخره وما تعطلش. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله، هذا ما يقول بنادم. الله يكتب في راسنا الخير وصافي. خلي هذا مشي بحاله وانا غنمشي عند الجيران ديالنا ندبر لها شي متعلمه. نشوف بعد الاوليه مع ديك لاله عايشه. علاش عطلوا الحلقه ديال المسلسل اليوم ياك؟ لا باش اللي واقع دابا وسع على قولك الخطبه الخطبه الخطبه. يا لطيفي كوقع شي حاجه. فاطمه اجي الله يرضى عليك بنتي انت قريه، اجي قرا لي شني هاد الشيء هذا اللي مكتوب بهاد الكتابه حمراء في التلفزيون. ايكو ما احترق. خالتي انا دايما اقول لك خليه يرتاح شوي. ايوا دابا تخصص هو الضوء باقي لا يشعل فيه والصوت لا يخرج منه. ايوا ولكن الكتابة حمراء لا نمشي وجهي لا نمشي وجهي. وحخيتي لا تقرا لينا هنا ما عرفش لا نقول لا هضر ديك اللغة ديالهم. عيط عيط على فاطمة قول لها جي اقرا لي شني هاد الشي هذا. يا فاطمة فاطمة امشي عند خالتي اقرا لها ديك الكتابة اللي في التلفزيون. اطفيه يا خالتي يا لمجة يا لمجة. اطفيت على البوطة بعدا. اطفيت عليها خالتي اتشوف شنو مكتوب في التلفزيون. لا يقولك القيمة مشغولة في شي قيد. يا رسول الله يا رسول الله قولي القيمة. يا لطيف انا ما نحبش نموت وانا باقا ستيتوا. ايوا شوف شوف فين شمق انت هادشي هذا. يا بعيدة خالتي بعيدة، ايه هاد البلاصة هادي لا يقولوا لها الثلج، اجي انت فوق على جهة القبلة. اخيا ايوا زيد زيد قول فاين. اقرا اقرا شني مكتوب تي مش لا قولي خيتي. ايه غضب الله يا خالتي شني